السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نهاركم مبروك، دوك كيما بغيتو كيما تنيتو ان شاء الله. نتمنى كلشي يكون على ما يرام ان شاء الله، اللي تقبل صيامكم ان شاء الله. كي دايرين خوتي خواتاتي؟ ايتما سويتما، ماني مجان داخل الوطن خارج الوطن، خوتنا خواتاتنا في مكان داخل الوطن ولا سوى خارج الوطن. الله يبن الجديد تنسمانية، تبارك الله على الرجولة ديالنا، تبارك الله عليهم، يجن تحياتي ليهم. اخوتي اخواتاتي جبرتوني في الكراج، انا ما كنقلبش على شي بلاصة زوينة باش ندير فيها اللايف، في المستوى ندير فيها اللايف باش نبان زوين. انا كنعيش الواقع اخوتي اخواتي. اللي كيقول لي حيد المنظر، ما تبقاش دير المنظر بالليل، ما تبقاش دير ضرب النهار. شنو بغيتي ندير؟ نشق فيك، نتبعك، نحضيك. انا مريض اخويا، فيا الحساسيه اخويا، فيا الحساسيه. انا مريض اخويا، ما تهضرش فيا مريض. انا عندي العينين كيضروني بالتليفون، كنعمل بضر بالنهار وبالليل. انت غنشدك اخويا، واش غتستافد؟ جبرتوني في الكراج اخوتي خواتاتي كما كتشوفوا، اللهم بارك وزيد في ذلك. الشميشه في هذه البلاصه اللي قلت انا كاين شويه الشميشه، نبدل شي بلاصه اخرى ان شاء الله ونهضروا ان شاء الله. خويا علي تحياتي، لا كاميرا نشكوش خاك خويا علي كاميرا. تحيات على خوتي خواتاتي في مكانو داخل الوطن خارج الوطن. البارح وقع لي واحد المشكل خوتي خواتاتي، وقع لي واحد المشكل البارح خوتي خواتاتي، نقولها لكم دابا هنا، نبارطاجي معاكم هاد الهضره هادي. عليكم السلام. الله الله الله، لا راحة. كنت في الشميشة اخوتي، خرجت واحد الشميشة، اللهم بارك وزيد في ذلك. زوينة ما شاء الله، كتنور كتنور الرجولة. البارح واحد الفيديو درتو اخوتي في الاخر بالليل، تمحى ليا في فيسبوك، ما بقاليش انا، ندمت على هذاك الفيديو، ما بغيش يتمحى ليا صاحبي. هضرت فيه واحد الهضره في المستوى، يعني طلع بزاف، يعني زوين. كنهضر على دوك الثلاثيه اللي دايرين، يعني طج، يعني في التواصل الاجتماعي. عطيت نقاط على الحروف عند الرجوله، عطيت لهم نقاط على الحروف، يفهموا شنو كاين، يعرفوا فين كيصطموا، يعرفوا شنو كيديروا. في التالي هذيك اللايف تمحى ليا من فيسبوك، يعني واحد الهضره حلوه درتيها بقلبك، يعني تبقى فيك اخويا، تبقى فيك. لكن غير التفاهات يمشي، التفاهات يجي التفاهات، ولكن هذيك الهضره في المستوى المطلوب درت يعني العنوان على هذوك الثلاثيه، هذيك نزار ومن الاولي واحد اخر عاود ثاني سميتو، هذيك خيتي عاوتاني بلا ما نسميها، بهذا النهار هذي ما كتسواش. شي واحد بارطاج اللايف ولا خوتي، شي واحد اللي بارطاج اللايف يقولها لي، عمل لي جوج انا في كومونتير. كاين ناس اخويا كيحضيونا، اخويا كيحضيوني، كيقول لي حيد المنظر التمساماني بالليل، شي كيقول لي حيد المنظر بالنهار. الا حيدت المنظر واش غتستافد اخويا؟ الا خليته واش غتستافد؟ ناس وصلوا للمريخ اخويا، وصلوا للمريخ، داروا شي حاجه مهمه في حياتهم. نتوما صاحبي صحاب نطيب الناظور، يعني كاينين شي وحدين، يعني اغلبيه باقي كيحضيو هذا كيحضي هذا. الناس وصلوا صاحبي، وصلوا باش وصلوا باش، انا ماشي بهذيك التفاهات ديالكم باش وصلوا اخوتي العزاز. وصلوا بالذكاء صاحبي، هذا خدام شغل، هذا خدام شغلو، هذا خدام شغلو، كل واحد كيدخل سوق راسو. وانتم شنو كديروا نتوما؟ نتوما كتحضيونا صاحبي. انا مريض، انا عيني كضرني صاحبي، انا عيني ما نقدرش نشوف بها صاحبي، ما نقدرش نشوف بها، كضرني بالتليفون. من حقي ندير المضادر؟ واش تطلع وتهود فيا على المضادر؟ واش انت عرفت علاش درتهم هاد المضادر؟ علاش درتهم؟ واش من سبب علاش درتهم؟ خصك تعرف. والمشكل ما تعرفش، يعني ما غاديش تعرف يعني علاش درتهم هاد المضادر هادو. ونتمنى الميساج وصل، نتمنى الميساج وصل لخوتي العزاز الغيارين الحساده المنافقين، اللي كيخليو يعني بنادم ما يديرش يعني داكشي اللي بغا، كيتبعوا في حياته كيحضيو كيهضروا عليه. دير شي حاجه مفيده في حياتك صاحبي. انا دابا كنت في النجاره، دابا وريتكم هو الخشب، وريتكم هذاك الشيء ديال الله، داك الشيء زوين في المستوى، جايب نهاري. المشكل اللي كيهضر غير اللي ما كيجيبش نهارو صح، حيت كنشوفهم كنعرفهم، غير اللي ما كيجيبش نهارو. لكن غير يهضر شي واحد كيجيب النهار ديالو، والله الا نفرح
نقول له هذا جاي نستافد منه، جاي ناصحني، ندي من عنده شي حاجه افاده، شي حاجه في المجتمع زوينه. والمشكل كتجيبوا لي شي حاجه لا علاقه، غير التفاهات اصاحبي. والله الا حشومه عليكم، حشومه عليكم. راجعوا شويه الانفاس ديالكم، رجعوا شويه الانفاس ديالكم، فكروا شويه اش كديروا، على من كتهضروا، شكون هذاك، شكون هذيك، ما تبقاش تشقفوا صافي، هضروا في الملول يا صاحبي، هضروا في النزار، هضروا في هذيك الخيط اللي معاهم، بلا ما نبقى نسميها كل مره، هضروا على هذوك، ما تبقاوش تشجعوا هذوك، ولا هذوك يعني زوينين هذوك في المستوى المطلوب، اللي دايرين طج في التواصل الاجتماعي، حشومه يا صاحبي، حشومه، علاش الراجل ديما محقور، علاش؟ علاش اللي كيهضر الهضره حلوه في المستوى الهضره زوينه محقوره صاحبي علاش؟ علاش واحد اللي هضر الله كيهضر على التفاهات كتكون عنده القمه كيكون عنده الشجاعه كيكون عنده الله يطالع كيكون عنده المتابعين بزاف لا تلقى في الانستغرام لا في يوتيوب لا فمين مشيتي تلقى الدعم والدعم دعمو شي حاجه زوينه صاحبي دعمو شي حاجه زوينه ما دعمونيش الملولي ونزار وهذيك خيتي اللي معاهم ما عرفتش شنو كتقول ما عرفتش شنو كتخلي يعني السيناريو مخدوم متفاهمين بيناتهم على داك الشيء اللي كيديروا باش يطلعوا له بوز ايوا داك الشيء اللي كاين اخوتي انا صاحبي داك الشيء اللي كاين تمسا ملي كيهضر الهضره حلوه شجعوه كاين واحد كيهضر الهضره حلوه في المستوى المطلوب في كلام الله ديروا له شي دفيعه زوينه ما ديروها ليش الملولي الملولي ولا ما يعقل عليكم حيت هذاك قاري فلسفه هذاك مدوز كيعرف كيفاش يهضر كيعرف كيفاش يجبد الفلوس من الجيب ديال الناس يجبد يعني الثقه ديال الناس باش يستقبلوه باش يبغيوه غير بالفم غير بحلاوه اللسان حنا ما كنبغيش نديروا هذاك الشيء حنا عرفنا فلسفه عرفناها ولكن واش غنقول نستافدوا على هذا الشيء ما نستافدوا والو نديو شي حاجه على هذا الشيء خصها حاجه نديوها ليه ما نديوهاش هنا حيت كاين الموت نموتوا نموتوا ايوا داك الشيء اللي غندي علاش واش غينفعني ما ينفعني في والو حيت الا عندي بزاف يبقى هنا عندي شويه يبقى هنا وعلاش اخوتي علاش 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 ايوا نتمنى الرجوله توصل لهم هذه الكلمه هذه حيت حتى مسامانيه ما كيتكلش على انستغرام ولا يوتيوب ولا شي حاجه يطلع البوز ولا شي حاجه يدير الفلوس انا العكس اخوتي دابا كنت في الكراج وريت لكم كل شيء كل شيء باين على عينيكم كل شيء باين على عينيكم اصاحبي انا كندير هذا اللايف في نجاره متعمده الناس اللي كيهضروا عليا ما كيعرفونيش كنقول لهم اخويا هاك تستافد هاك ديما يفيد انا دابا نسير الخدمه نمشي ندوز على السوق ندير داكشي اللي خصني ندير الحوته ندير الشباكيه ندير التميره ندير داكشي للوالده نتهلا فيها نبوس ليها رجليها ثلاثه المرات حيت البارح غير شافتني كنغوت في اللايف في السطح كان عندي موعد المسابقه كنغوت كنغوت طلعت عندي تخلعات عليا قالت لي مالك يا ولدي قلت لها ما كاين والو غير الرجوله كنغوت على الرجوله من حقي نغوت على الرجوله كيستاهلوا نغوت نهضر معاهم بالهضره حلوه واخا نغوت ما كاين حتى شي حاجه المهم تخاف عليا واش يخاف عليا الملولي يا صاحبي تخاف عليا هذيك نزار ولا هذيك خيتي اللي معاهم اللي دايره البوز هذه كلها ما كتسوى بصله عند النساء معقولين النساء المغربيين اللي كنهضر عليهم اللي معقولين الطريق الصحيح ولا ما كتسوى والو عندهم هذيك نزار عند الرجوله ما كيسوى والو هذيك الملولي عند الرجوله ما كيسوى والو يعني واش يخاف عليا نزار يخاف عليا ملولي تخاف عليا هذيك خيتي وليدي طلعت خافت عليا قالت لي وليك لاباس اوليدي قلت له ما كاين حتى شي حاجه الحمد لله ما كاين باس غير كنهضر مع الرجوله هنا بالطريقه ديالي هذا هي الصوت ديالي هذا هي يعني الحنجوره ديالي ديها ولا خليها كنقولها الناس اللي كيقول لك غوت كيعصب حيت هي الوالده ديالي عارفتني هي الرقم واحد اللي كتعرف شنو كيخصني شنو اللي مضرني شنو اللي ما مضرنيش نكون يعني كنعاني نبقى فيها نكون فرحان نبقى فيها المهم اللي درت كنبقى فيها هي الرقم واحد ما نبقاش في عمار ولا في الملولي ولا في الدكوالي ولا ما عرفش شكون ما عرفش شكون شكون كيبغي يديروا البوز البارحه هضرت على ثلاثه الاشخاص الله ينتقم منهم الله يخلصهم يعذبهم هنا قبل هي حيت هضرت عليهم البارحه خوتي قلت لهم الا هاد الناس داروا شي حاجه زوينه في المجتمع داروا شي صفحه ديال كلام الله ولا كيهضروا على شي حاجه بحال التمسمانيه ما كينافق ما كينافق حد ما كيغدر حد كيهضر الهضره حلوه والله ما يديوها فيكم اخوتي هذاك الملول ولا ما يديوها فيك هذاك النزار ولا ما يديوها فيك هذيك اللي ما كتسواش لا ما يبقاو فيك وكاين الناس كيطلعوا لهنا كيعجب لهم النزار كيعجب ليهم الملوليه كيعجب ليهم هذيك التفاهه او ما واحد منهم غنبلوكيه دابا نتا خوتي قبل ما يفوت الفوت قبل ما يطلع يعني كومونتير ديالو ما هو انا كنشوف فيه نبلوكيه حيت انا الهضره ديالي ما كتجيش مع الشياطين ما كتجيش مع الشياطين العكس مقبوله عند الرجوله الرجوله يستحملوها
قبلوها، ولكن بحال الشياطين، بحال الملولي، بحال ديك نزار، بحال ديك خيط اللي معاهم اللي دايره البوز. تهلاي في بنتك صاحبي، باش بغيتي تطلع، باش بغيتي تطلع ديك البنت، طلعها مربيه وريها شي حاجه ايجابيه في حياتك. ما خصك ما خصك تخرج بحالك صاحبي. تمشيتي فيها، حاول بنتك تطلعها في المستوى المطلوب. الله يهديك الله يهديك. البارحه هضرت على هذا الشيء، درت عليها فيديو نص ماشي نص ساعه، ساعه في اللايف التالي تسمح لي، ما لقيت ما نقول اخوتي. الفيديو طلع زوين، اللايف طلع زوين، كان بزاف المشاهده، بزاف ديال الكومونتيرات، بزاف ديال الجيمات. هذاك الشيء هو هذاك، يعني كلشي على ما يرام. كان كنقول له انا ديما نجبر الدعم عند هذا الشيء، هذا الشيء اللي كنهضر عليه انا ديما نجبر الدعم. كلام الله ديما خصو بنادم يعطي له اليد، ديما يدعمه، ديما يدير له شي دفعه زوينه، يدير له شي دفعه زوينه في المستوى. انا ما ندفعش الملولية، ما ندفعش نزار وهذاك. كل مره نبقى نهضر عليهم. في التالي هذاك الفيديو تسمح لي اخوتي البارح، تسمح لي وعد الصدمه. يعني واش غنقول لكم، يعني الشياطين اخوتي كيطلعوا معنا في كومونتيرات، كيخصوا الهضره في كومونتيرات. في التالي هذاك اللايف تمحى في مره. بقى لي تما غير هذيك ديال المسابقه، بقى لي هذيك ديال المسابقه ديال هذاك السيد اللي جا عندي قال لي 50 درهم الا طلعتي اللايف، ما عرفت شنو كيقول. في التالي طلعت اللايف، طلعته عند 576 واحد، الرقم قياسي عند التمسامانية، 576 واحد. حيت هذيك النمره كنشوفو غير في التفاهات، ولا تجبر كثر، ما تجبرش هذيك النمره 500، ولا تجبر كثر، تجبر 2000 3000 4000 5000. على من اخويا، على من، على من؟ بالصب ديروا شي حاجه زوينه في المجتمع، ولا ما يبقوا معكم هذوك الناس، يبقاو شي الرجل. حنا ما نقولوش كاملين يهربوا منكم. تلقى شي واحد يعني في الاول جاي يستافد، في التالي تزرف. في الاول ما عرفك جاي يستافد، بحال انا جيت نستافد منك، ولا على نستافد جبرت هذاك الشيء ما كاينش. جوج شي داوي خاوي، ما كان حتى شي جمله مفيده. قلت لك باي باي الملولي، باي باي نزار، باي باي هذيك خيتي اللي معاهم، يعني ما كان ما يفيد من الاخر. صافي داكشي اللي كاين. ولكن خوتنا الا داروا شي حاجه مزيانه في المجتمع، ما يبقاوش مع هذاك الجيش كامل، ما يبقاوش يشبروا 3 المليون 4 المليون، يشبروا غير 15 درهم 30 درهم. سير تخدم الملولي، سير تخدم صاحبي، سير، ما تبقاش دوخني بالهضره صاحبي. هذه الرساله هذا الا كاينوا معكم فيسبوك، هذيك الملولي كتحبوا الملولي كتموتوا عليه، وداك نزار معكم فيسبوك عندكم معاه الخط، بارطاجيو عندو اللايف، يدخل عندي اخويا، بارطاجيو عندو اللايف، يدخل عندو ولا عليه ولا عسى يستافد صاحبي. بنادم ما يحقش لاخور صاحبي، حتى يهضر عادي يشوف شنو كاين، ما يحكمش على الواحد، الواحد ما نحكمش عليه، حتى يهضر ولا على اللي يدخلوا عندي الله انا يستافدوا صاحبي، يديو ما يفيد. الله يا ديما خلق، حيت انا ضروري في كومونتيرات ديالي كنشوف 3 4 5 ديال الناس اللي ما عندهم عقل، اللي ما عندهمش الذكاء، اللي كيستحملوا غير التفاهات. كاينين كيجيو ضد ليا اخويا، ضد ليا. واش انا شنو داير اخويا باش تجي ضد ليا؟ كتجي مع الملولية، انا كتجيني ضد وكتبغي الملول. عليكم السلام. الملولي كتبغي، التمساماني كيهضر في الهضره في المستوى بدون مقابل، ما تعطيوني والو، عطيه والله. الملولي ما عنده ما يعطيك. واحد كيقول لك انا الحلم ديالي نصور مع الملولية، واحد يقول لك الحلم ديالي نتزوج مع هذيك خيتي، واحد يقول لك الحلم ديالي ما عرف شنو. الملولي راه في اكادير، راه في مراكش، راه في طنجة، راه في تيتوان، راه قال لك حقا، قال لك ما حقاش يدوخني بالهضرة ديالو، نحيد الجناوي للدراري بلاصة الجنوية، نعطيهم الليكات، ايوا عطيهم الليكات، ولكن عطيهم شي حاجة حلوة، شي هضرة حلوة يستافدوا منك اصاحبي. دير شي حاجة معقولة، تقول لي اش كنحيد الجناوي للناس، نحيد الجناوي للدراري، كنعطيهم بلاصة الجناوي، كنعطيهم الليكات، كدوخني بالهضرة ديالك، طيحني بالمخ باش دير البوز باش تربح الفلوس. وكلتي شي مره شي واحد، صدقتي على شي واحد شي مره، بنتي في شي اذاعه عطيتي لشي واحد شي حاجه؟ ابدا. ما كاين غير السياره ديالك اخويا، ما كاين غير بي ام ديالك، ما كاين غير مرسيدس ديالك، ما كتخلي القنت في المغرب. شكون اللي كيخليك تمشي عند مراكش، عند اكادير؟ شكون اللي كيخليك تمشي تما؟ شكون؟ المواطنين اخويا. والمواطنين ما تجبرش عندهم البيلا بحال الملولي، وتجبروا عنده الطوموبيل بحال الملولي، تجبروا درويش فقير ما عندوش، وصلته للعظام، هو اللي كيطلع الملولي، والملولي كيدور بالطوموبيل كل مره فيه، ما كان غير لو توروت. حشومه يا صاحبي،
حشومه عيب وعار. وهذيك الرساله البارح حطيتها فوق الطبله لخوتي خواتاتي داخل الوطن خارج الوطن، كنقول له ولا عسى بغيتي تدعموا شي واحد بنيتكم بالهضره حلوه ولا بالماده بالفلوس، دعموا شي واحد يكون يستاهل صاحبي، بحال خويا ايوب نونا، بحال جواد خويا، بحال سعيد خويا ما عندوش مقهور وصلت له العظم، ولا دعموا شي واحد كيهضر على شي حاجه مفيده، كيهضر على شي كلام والله في المستوى، حيت هادوك ما مدوزينش اخوت، هادوك اللي كيديروا هذاك الشيء واللي كيدعموا هذاك الشيء ما مدوزينش، ما عارفينش الدنيا شنو فيها، يلاه كيحلوا عينيهم تلقى المعجبين ديال هذاك السيد والمعجبات ديال هذاك السيد، هذوك الثلاثيه المعجبين ديالهم تلقاهم غير الطفوله، هذوك الصوب شكون يحليهم لي عينيهم، شكون يفيقهم؟ يعني حنا مقهورين في المغرب، مقهورين مع الحكومه، وعطينا شي حاجه ما يوفد اخويا، عطينا التعليم، عطينا شي حاجه نزيدوها في الراس تنفعنا نستافدوا منها، ما تعطينيش التفاهات اخويا، حيت معاك غير الطفوله، معاك غير المراهقين، عطيهم شي حاجه زوينه يستافدوا باش يكبروا 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 يستافدوا. بحال واحد السيد البارح دار اللايف هذا الاستاذ، شوف الاستاذ كيدير اللايف باغي يستافد الناس يستافدوا معاه الناس كيدير اللايف، فتالي واحد الخيط كيقول بارطاجي هذاك الاستاذ كيدير اللايف، يلا عند تما 450 واحد كيقولوا بارطاجيو الدراري تستافدوا كاملين، نقضيو على التفاهات نقضيو على هذه نقضيو على هذه نقضيو على هذه، الهضره ديالو في المستوى هذيك، هذوك هما خصنا هذوك هما اللي خصنا ندعموه نوقفوا معاهم، ما نوقفوش مع واحد ما يسواش بحال الثلاثة هادو، ولا كاين وحدين اخرين مهم بزاف ماشي غير هادو، هو الصراحة هذا هو المعقول اخوتي، خصو بنادم المعقول ما يعرفش منو، ماشي المعقول يبقى يشوف فيه يدير راسو ما شافوش، اشوف فيه اخويا استحمل اخويا استحمل، عطيني شي حاجة ما يفيد، باش انت من النهار الاول قال لك انا من 14 سنة ما عرفتش شنو كيقول 10 سنين انا كندير هاد الشيء واش عمركم كذبت عليكم، غير الكذوب اخويا غير الكذوب، واش كينعسوا معاك ولا؟ واش دايرين الكاميرا؟ دايرين الكاميرا كيتبعوك شنو كدير؟ ما كيديروش هذاك الشيء، عيد من كدير فيهم اللي بغيتي، غير تجي دير اللايف تبين راسك في الشاشه تبقى تعيق عليهم تبقى يعني اخوتي ما كنكذبش ما كندير، خلينا، عطينا شي حاجه ما يفيد، دير الخير في الشباب، دير الخير في المساكين، دير الخير في الفقراء باش تكون راجل، حيت شفنا الفنانين كيديروا الخير اخويا، شفنا الفنانين كيغني ولا كيديروا شي حاجه كوميديا كيعاونوا صحاب اللي في الخيريه كيعاونوا الفقراء اللي ما عندوش اللي، المهم الحمد لله ما شاء الله وما بارك وزيد في ذلك، انت كدير البوز غير بالكذوب وما كتعطي حتى شي حاجه ولاد الناس ولاد الشعب، غير الهضره المسوسه بثلاثه بكم، هذيك خيتي اللي معاهم زدتها زبلات فينا كاملين، زبلات فينا كاملين اخوتي من طنجه للقويره، واش ما فيناش الروح؟ ما فيناش الدم ديال الروافع، ما فيناش الدم ديال المغاربه، ما فيناش الدم ديال المسلمين صاحبي، وحده ما كتسواش صاحبي لا علاقه في المجتمع، ما تسوى بصلاه صاحبي في المجتمع، تجي تزبل فيا انا، تزبل في خوتي خواتاتي صاحبي، غنطلعها تربح عليا الفلوس في انستغرام، تربح عليا الفلوس في يوتيوب، هذيك انا خصني نطيحها هذيك، هذيك خصني ما تبقاش، والصراحه خوتي خواتاتي بالله يبدا كيعود معليش ما عنديش مشكل في هذا الشيء، انا كنت في نجاره خدام اخوتي وكنت قلت له ندير هذا اللايف نوصل الرساله لخوتي على البارح، البارح هضرت بزاف قبل الفطور كنت باقي له شي نص ساعه للفطور هضرت بزاف اخوتي، بقيت بلا نعاس بالدرسه حيت الدرسه ديال العقل طلعت معايا الراس بدات كتحرقني كتوجعني، بقيت بلا نعاس غير باش نخرج هذاك الشيء اللي عندي، غير باش نخرج الهضره حلوه في المجتمع، يعني انا ما عندي حتى شي حاجه حتى شي صفحه كندخل منها الفلوس، ولكن عندي فيسبوك كنهضر مع خوتي بيديروا مقابل ما يعطيوني والو غير يستافدوا هما انا ما نستافد والو، انا عندي منين كنستافد اخويا انا عندي منين كنستافد، انا ما عنديش العضلات ونبقى نكذب على ولاد الناس على ولاد الشعب ناكلوا لهم المخ ديالهم ناكلوا لهم رزقهم يعني طلعوني يديروا لي البوز، هذاك اللي ما كيسواش اصاحبي واش ما كتستافدش اصاحبي واش ما عندكش الضمير ولا اللي كيدخل عندي لهنا اللايف كيبقى يخص الهضره في الكومونتير كيبقى يطلع يهود فيا واش الهضره ديالي ما اثرتش فيك، شكون انت اصاحبي شكون انت واش مسلم ولا اليهود ولا منافق ولا خطا المجرمين ولا شكون انت اصاحبي ما عندكش الضمير اصاحبي، ولا تستافد شويه اخويا تستافد شويه غير من الهضره ديالي ولا ما حملتينيش ما قبلتينيش ما تستافدش اخويا خرجني من اللايف سير عند التفاهات ديالك، خلينا الرجوله يهضروا غير بيناتهم الرجوله غير بيناتهم، ما تدخلش انت راسك تما عند الرجوله انت ماشي راجل اخويا،
بنت ولا راجل ولا اللي كان مهم اللي كيجي يدد ليا خويا اللي كيوقفني ما كنبغيش يعني ما كيبغيش نكمل الهضره ديالي كيخص الهضره معايا. سير اخويا عند التفات ما تبقاش تجي عندي لحم والدي. البارح هذاك الفيديو يا صاحبي بحال غنبكي عليه صاحبي البارح تمحالي يا صاحبي من فيسبوك صاحبي ساعه اللي درت على هذيك الثلاثيه هذاك نزار وهذيك على الملولي وهذيك خيتي اللي معهم درت عليهم ساعه ديال اللايف فالتالي مشى لي صاحبي مشى لي على خلا صاحبي تسمح لي صاحبي ما عرف بلوك يعني درت شي حاجه ماشي هذيك ولا ما فهمتش كيفاش درت تم حاجه هذاك اللايف صاحبي كان في المستوى المطلوب. اي والله كان فيه العنوان ديال الموضوع فيه كل شيء يعني الهضره كتخرج من القلب كنوعي الناس كنوعي ولاد الشعب حيت انا ولد الشعب حيت انا مقهور حيت انا حتى انا مقهور كنشوف خوتي مقهورين الا علمنا نهضروا علمنا نهضروا نهضروا على التفاهات الا ما حسيتش بخوتي ما حسوش بيا خوتي علمنا نهضروا خوتي علام بحال هذيك اللي قلت لكم البارح واحد السيد كيدير اللايف استاذ كيدير اللايف واش أستاذ كيدير اللايف وهذيك راه كيدير اللايف كيستافد حتى هو عنده فيسبوك عنده انستغرام عنده يوتيوب كيستافد حتى هو ولكن نشوف على من كيستافد اخويا ام حقك اخويا تعطي له الدعم طلعوا لاشين طلعوا له انستغرام طلع له يوتيوب طلع له يعني شوف على الهضره كيعطينا كيقول لك اخويا الا بغيتي تتعلم الفرنسيه الدرس ديال الفرنسيه كل نهار واش من درس كيجيب ديال الفرنسي تستافد كيقول لك احنا بغينا نقضيو على التفاهات على الروتين اليومين الروتين اليومي ما يبقاش التفاهات ما تبقاش بارطاجيو اللايف بارطاجيو اللايف اخوتي هذاك الشيء اللي كيقول في اللايف البارح طلعت واحد خيتي في كومونتير شنو قالت قالت ما قالت له ما تبقاش تهضر بالزهره مرطينا دخل في الموضوع مرطينا بالهضره دخل بالموضوع السيد باغي غير كلشي يستافد ما باغيش يعني يستافدوا 400 ولا 500 واحد يستافدوا بزاف د الناس كيقول بارطاجيو السيدة مزروبة زيدا باغي تستافد بوحدها في التالي والله الا بلوكا قال له شفتي انت ولا ما تبقي معايا هنا ما عندكش بلاصه معايا هنا باي باي دبر عليها بلوكا ماشي في المستوى صاحب واش السيد صاحبي الاستاذ كيدير اللايف كيقول بارطاجيو باش يطلع اللايف باش كلشي يستافد انت كتجي كتقول له حقا واش مريض انت كتبقى تغوت بحال شي واحد كيجي عندي انا كنهضر كنقول له بارطاجيو نهضر على شي حاجه مفيده ولا على شي موضوع في المستوى قلنا من التفاهات كيبقى يحشني الهضره في كومونتير كيبقى يدير لي دوك الصبوعين هذاك الصبع ديال 6 ناي يبقى يطلع يعود فيا انا جاي طرد الخبز اخويا انا جاي طرد الخبز هود عندي الفيديو تاو ما تما عندي في الصفحه فيسبوك هنا ديك الصفحه راه نسيتها حيت الرجوله باقيين واحد 170 تما عندي ديال الرجوله ولكن باقي خصني الدعم هذيك الصفحه ولكن ما غاديش تطلع يعني بالمعقول بحاجه زوينه في المستوى خصني ضروري نصبر باش تطلع بهذه الطريقه اللي باش كنهضر انا خصني نصبر عليها ما نديرش بحال من الاولي وهذاك نزار وهذيك خيتي اللي معاهم اللي كيزبلوا فينا اللي كيخسرونا الهضره اللي كيتيحوا بينا وكيتيحوا بمغاربه كاملين وكنزيد بنادم كتشوف بنادم كيزيد كيدعمهم كيزيد كيدير لهم تعفيعه زوينه كيربحوا الفلوس اخويا الفلوس راه 80 المليون اللي شاد في هذا الشهر هذا الملولي 80 المليون اللي شد ما بين انستغرام ويوتيوب 80 المليون واش عطاك شي حاجه الفقير اللي مقهور اللي كيعاني اللي وصلت له العظم عطاك شي حاجه ولد ولا بنت عطاك شي حاجه كيعطيك غير الكذوب غير السم القاطع صاحبي بالثلاثه بهم هادوك بالثلاثه بهم شفتي هذاك السيناريو اللي دايرين غير مطلعين هذاك السيناريو غير هذاك كلشي مفهوم كلشي مفاهمه بيناتهم كلشي منسجم بيناتهم كلشي متفاهمين على هذاك الشيء اللي كيديروا يطلعوا البوز صاحبي على شي حاجه ديال التفاهات ولكني كنقول خوتي خواتاتي وياكم 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 دعموا بحال هذوك الناس دعموا شي حاجه في المستوى زوينه صاحبي تكون يعني مقبوله عند الله تعالى مقبوله هنا مقبوله لهي بحالي انا كنقول لهذوك اللي ديد ليا هذوك اللي كيحسدوني كنقول لهم عود للصفحه ديال اخويا احمد الريفي تشوف فيديو تما عود عندي فيسبوك وصافي بلا ما تمشي للصفحه احمد الريفي غير الفيسبوك عندي هنا تخرج تمشي عندي ديريكت للصفحه تشوف شنو كاين تما تشوف ما يفيد صاحبي انا ما نستافد والو انا في النجاره اخويا خدام على راسي ايوا نتمنى الرساله وصلت لخوتي خواتاتي انا هذا اللايف درتو بالعاني اليوم بكري حيت بالليل كيطلع مزيان قبل الفطور كيطلع مزيان كيكون كلشي فايق ولكن الرجوله كيفيقوا مع السبعه مع الثمانيه مع العشره مع ال11
اللي كيمشي كيقرا كيقرا، اللي كيمشي كيخدم كيخدم، ولكن اللي كيحضي التمسامانية باقي ناعس باقي ناعس. هو كينوض ليا حتى تبقى له نص ساعة للمغرب، نص ساعة ساعة الفطور عاد كينوض، كيبقى ديك الساعة يبقى يخسرني كومونتيرات، يبقى يديا الهضرة، يبقى يخسر الهضرة، ما عرفش شنو كيقول، ما عرفش كيدخل كيخرج في الهضرة. كيما عاملتك اخويا، كيما عاملتك الا كنتي ولد الناس، عزيزة عليك ميمتك، عزيزة عليك ميمتك، ما تبغيش يعني ميمتك يعني يهضروا فيا بشي حاجة ماشي هي هذيك. باش كنتعامل معاك تعامل معايا اللحم، والدين ديالك الا عندك شي والدين، الا ما عندكش والدين الله يرحم امي ويوسع عليهم، هو الله يرحم امي ويوسع عليهم. انا يعني كنهضر معاك على الهضرة حلوة في المستوى، وحتى انت تهضر معايا على الهضرة في المستوى. ما عجبتكش اخويا خرج من اللايف. اش غدير من عندي المعصيات؟ انت دي المعصيات، انا ما نديش من عندك. انا كنشوف فيك كتخسر الهضره، كنشوف فيك يعني ما عجبتكش، كنشوف فيك يعني كتطيح بيا، ما كتخلينيش نكمل. مع ذلك اخويا كنقول لك زدني الشجاعه، كتزيدني داك الشيء زوين اخويا، كتزيدني ديك الطاقه، كتزيدني الطاقه. بحال واحد الدري البارح قال لي تمسمني باقي مستمر في اللايف، باقي مستمر في اللايف. قلت له باقي مستمر في اللايف؟ قال لي انا صحابني والله الا صحابني غتوقف اللايف. حيت قال لي في الاول ما كانوش معاك الناس بزاف، كانوا معاك قلالين، 7 8 9 10. دابا مزيان كيولى اللايف كيولى كيطلع عندك مزيان. قلت له انا بقى نستمر هكا، حيت انا ما كنتكلش على فيسبوك يعطيني ما ناكل، ما كنتكلش على انستغرام يعطيني ما ناكل، ما كنتكلش على فيسبوك ولا على يوتيوب يعطيني ما ناكل. انا كنتكل على الدراع ديالي، انا خدام نجار، نجار المينا المينا. الا ما عطاتك الا ما عطاتكش تسترك. هذاك الشيء اللي كنقول لخوتي خواتاتي، ديروا شي دفيعه زوينه للناس المعقولين، للناس اللي المستوى راه كتعرفوهم، كتعرفوهم كتشوفوهم، ولكن الشيطان كيبين هذاك الشيء ماشي زوين، كيبين هذاك الشيء خايب، ماشي في المستوى المطلوب. الشيطان هو اللي كيديرها. الا كان معك كلام والله، كان معك رضا الوالدين، دعوه الوالدين زوينه في المستوى، غتشجعني. الا كنت مدوز مدوز الحروبات يعني مجهول عارف حق الرجال، يعني واش غنقول لك، تحس بيا، تقبلني، ترضى عليا، يعني تستحملني، ولكن انت ما مدوزش، ما عايش عندك غير التفاهات في الراس، راضي ما غاديش نستافد، ما غاديش يعني تستافد مني انت. انا كيستافد مني غير اللي جالي، اللي عارف الدنيا شنو فيها، عارف حق الدرويش، عارف اللي حقل منه. المهم كيحس يعني كيحس بخوه صاحبي، كيحس بخوه غير بالهضره حلوه، كيحس بخوه غير بالهضره حلوه، غير في الهضره في المستوى بلا ما يعطي له الفلوس صاحبي. يعطيني غير عطوني غير الهضره حلوه، حيت انا جايب النار ديالي، جايب النار ديالي من نجاره، ولكن عطوني غير الهضره حلوه وصافي. يعني تكونوا مشكورين عندي، تكونوا مشكورين عندي، تكونوا مشكورين عند الله تعالى، تكونوا محبوبين عند الله تعالى. ولكن انتم هادشي ما كيبان لكمش اصاحبي، هادشي ما كيبان لكمش اصاحبي، كيبان لكم غير التفاهات اصاحبي. واحد كيجي كيقول لي واحد المضادر باش عطيتي تعطيني الموضوع، واحد كيجي كيحصل الهضره في كومونتير، انا مريض، ما عرفتيني مريض ولا حتى تعرف عليا خويا وهضر عليا. اش تبقى نهضروا على بنادم بحال قبيله؟ واحد خدام معايا قال لي التمسامانية، واحد خدام معايا في النجار قال لي التمسامانية، الناس كيهضروا عليك يقول لك حيد المضادر وكيخصوا الهضره وهادي في كومونتير. قلت له خويا، شوف اخويا اسماعيل ولا سميتك، قلت له علاش كدي على بنادم؟ علاش؟ واش انا هادشي اللي كنهضر عليه طايق فيه؟ يعني طايق في هادشي اللي كنقول؟ ما كنضر حتى شي واحد، ما كنخسرش الهضره، وخلي اللي بغى يقول يقول. واش انت قلت له خويا اسماعيل، واش انت كدير واحد الحاجه باش تعجب لشي واحد؟ تعجب دير شي حاجه تعجب راسك انت يا صاحبي، باش دير على شي واحد واحد الحاجه ديرها صحه عليك، ما قضيتيش عليها ديرها بصحه عليك بزز، باش تعجب الاخر، باش يرضى عليك الاخر. واش هذيك تطلعك للجنه ولا يطلعك للجهنم؟ فين كيديك هذيك؟ ما يديك فينا صاحبي، ما يعطيك ما يحيد لك. اذا دير داك الشيء اللي يخصك انت، داك الشيء اللي غتستافد منه انت اخويا. ما يستافدش عمر ولا عبد القادر ولا هذا ولا هذا باش يعني تبان عندهم زوين، تبان عندهم في الصوره زوين في المستوى. هيا خصو بنادم يقبلني كيما راني انا، كيما راني انا، كيما داير انا، كيما كتشوفوا فيا هكا، ما محسنش، مقروع، موسخ، مصور في ما كان يعني شي بلاصه مصور فيها، ما كنختارش في البلايص فيما بان ليا نطلق اللايف. يعني انا يعني انا راضي بهادشي اللي كندير، انا مقانع بهادشي اللي كندير، حيت بنادم ما يعطيني ما يحيدني، ما نديرش شي حاجه صحه عليا بز عليا باش تعجب الاخر، باش تكون مقبوله عند الاخر، تكون مقبوله عندي ومقبوله عند الله تعالى. انا صاحبي حنا درنا التفاهات، درنا داكشي اللي
ما يسواش. حنا جينا منو اخويا، جينا منو، لقينا داكشي ما كاينش اصاحبي، لقينا داكشي كيخليك في النص، لقينا داكشي ما كي الله تعالى ما كيشجعش عنده، ما كيعاونش عند داكشي اصاحبي، العكس كيحاول يوقفك، كيحاول يقول لك ما تمشيش تما، ولكن الشيطان كيغلب عليك. انت ديك الساعه شنو كدير في الدماغ ديالك، في الراس ديالك، تقول له حق علاش انا ما هادشي ما كتبش نوصل عنده، ولا ما ربحتش فيه، ولا ما درتش حيت التفات صاحبي. واش انت الله تعالى يدفع لك شي، يدير لك شي دفيعه زوينه عن التفات، يدير لك عن شي حاجه زوينه في المجتمع غير بلا هضره حلوه صاحبي. الله يدينا حتى يدينا. المهم هذوك الثلاثيه ديال البارحه درت عليهم ما فيه الكفايه، راه كيعرفوهم اللي دايرين طج في التواصل الاجتماعي، كيكتبوا على خوتنا، كيزبلوا في خوتنا، كيزبلوا فيهم، كيخصوا الهضره. هذيك خيتي بالضبط كتخص الهضره في خوتنا مغاربه، هذيك ما خصهاش بنادم يدعمها، ما خصهاش يعني يدير لها شي دفيعه زوينه، العكس، ما ديروا دفيعه زوينه، ما ديروا دفيعه نقيه خايبه لا زوينه، ما ديروا حتى شي حاجه، بلا ما ديروا المعصيات، بلا ما ديروا الذنوب، قولوا الله يوفقك، الله يعاون، خرج من هذيك اللايف ديالها، ولا ما تبقاش يعني تفرج فيها كاع. حتى كل رمضان اخويا، تيكون رمضان بهذوك النوع ديال الناس صاحبي، ديال الحشرات كيجيبونا داكشي ديال الميريكان صاحبي. حنا باقيين في المغرب، حنا باقيين مقهورين، حنا باقي يعني وصلتنا الله عظم بكل معنى الكلمه، خصنا ما ناكلو، خصنا شي حاجه، خصنا ما ناكلو، خصنا اللي داوينا، حنا مرادين، خصنا اللي وقف معانا، خصنا اللي يعطينا شي حاجه زوينه، شي هضره نقيه في المستوى نستافدوا منها. ما يجيش شي واحد يبقى يتيري علينا، يبقى يجبد علينا، يبقى يغرقنا صاحبي، يبقى يقولنا نعسو نعسو نعسو. اخويا نعس غير انت اخويا، ولا انت فايق كذبه ليا، انت كذبه ليا، فايق الملولي، فايق النزار، هذيك خيتي انت هي فايقه عايقه قاريه في المستوى، يعني وصلتي واحد المرتبه يعني عجيبه، واحد الطريقه وصلتيها تما زوينه في حياتك، ولكن العكس داك الشيء غير التفاهات. الرجوله هو اللي كيهضر معاك دابا في اللايف، هو هذا المخلوق هذا اللي كيهضر معاك متواضع، ولد الشعب، ولد الشعب، كيحس بولد الشعب. ما تجيش عندي اللايف ولا الفيديو تقول لي انا ولد الشعب غير بالفم، اقول لي بالقلب، عطني شي حاجه ما يفيد، ما تبقاش ديروا لي السيناريو مخدوم معروف. كاملين دابا كيزوروا كاميرا خفيه مزوره، يعني المهم كاين غير التزوير، ما كاين غير اتفاق بيناتهم في الاول، عاد كيخرجوا داك الشيء، الكواليس مفهومين، يعني داك الشيء مدروس، يعني بالحرف الواحد كيخرجوا داك الشيء اليوتيوب باش يطلعوا انستغرام، يطلعوا يوتيوب، غير الكذوب غير الكذوب غير الكذوب. عطني شي حاجه ما يفيد. واش عندكم الصحه انا صاحبي؟ الله تعالى عطيكم العينين، عطيكم الصحه، عطيكم الرجلين، عطيكم النيف، عطيكم ودنين صاحبي. كاين واحد ما عندوش هذا الشيء وخدام صاحبي، تلقى خدام في شي حاجه وتلقى ما عندوش الصحه يعني مكموله بحالكم نتوما صاحبي. سيروا صاحبي تحطوا الياجور، تحطوا السيمات، ديروا برويطات، ديروا بلاستيكه في السوق، ديروا شي حاجه ما يفيد صاحبي، ولا بلعوا علينا ذاك الفم، ديروا شي حاجه لراسكم، بلعوا علينا ذاك الفم، ما تبقاش يعني ديرونا التفاهات، حشومه عليكم. حنا مقهورين، حنا مقهورين، حنا مقهورين من الدوله ديالنا، ما تزيدوناش تقهرونا تخرجوا علينا. حنا مقهورين ما تزيدوناش لحم والدينا، حيت كل واحد في هذا الوقت هذا كيفكر غير راسو، ما كيفكرش في خوه، ما كيفكرش في خطو، كيفكر غير في راسو في هذا الوقت هذا. ولكن كاينين شي رجال، حنا ما نقولوش كلشي كيف كيف، كاين واحد الطبقه زوينه في المجتمع يعني كيديروا شي حاجه مفيده، يعني في التواصل الاجتماعي، في فيسبوك، في يوتيوب، في انستغرام، كاينين الناس كيديروا شي حاجه مفيده. هادوكم اللي غنديروا لهم دفيعه زوينه، تلقى كيهضر على شي حاجه في كلام الله، ولا كيعاون شي واحد مقهور، ولا كيهضر على ولاد الشعب بحالي انا، المهم شي حاجه مفيده. انت فات ما عندنا ما نديروا بهم اخوتي العزاز، هذاك الشيء اللي كاين. شوف مش حدرت في هذا اللايف هذا اخوتي العزاز، 33 دقيقه تقريبا، نص ساعة مو 33 دقيقة خوتي اللي درت في هذا اللايف. المهم البارح راه هضرت على دوك الناس، أنا ما جيتش ندير اللايف باش نزبل فيهم، كاين الناس كيديروا اللايف كيخصوا الهضرة. أنت درتي اللايف تهضر على واحد واش ناصحو ولا دي المعصيات، شنو علاش درتي هذاك اللايف أنت ولا أنت؟ دير اللايف حاليا صاحبي، هضر الهضرة في المجتمع، واخا هما غلطوا في حقنا، واخا هذيك خيتي زبلات فينا، زبلات في مغارب، في مغاربه كاملين، هما اللي طلعوها، هما اللي دار لهم يعني، هما اللي باش دارت البوز بهم، بهذوك الناس بنت ولا راجل،
تخسر الهضره معاهم، تجح لهم الهضره صاحبي، ما تحسبش عليهم صاحبي، وهذيك نزار وهذيك الاولى حتى هما صاحبي. عليكم السلام خويا مراد، حشومه صاحبي، حشومه حشومه. خصو ديما بنادم يديرش دفاعه في المستوى عن البلايص اللي مزيانين اخوتي. اليوم ان شاء الله، اليوم ان شاء الله جبرتوني نطلع ندير واحد الرحله، ما نقولكمش بعيد بزاف ولكن غير قريب هنايا، عندي واحد الماتش في المستوى، نمشي نلعبوها تما ان شاء الله. ندير الله يبلغ خوتي يوصلوا يعني الفطور، يوصلوا المرغب الفطور، يتفرجوا معانا في الماتش على الراس والعين. انا كنجيب غير حاجه زوينه، الكره شجعها، الفقراء شجعهم، اللي مقهور شجعوه، اللي عنده العمليه شجعوه. المهم غير الا ما عندك باش تشجع، ما عندكش الفلوس، حنا كاين خوتنا ما عندهمش الفلوس، ولكن باش يدير الهضره، باش يدير الخير بهضره حلوه في المستوى هو العكس. كاين الناس مقهورين، ولكن اخويا مقهور، حتى التمساماني مقهور، ولكن شوف كيفاش كيتعامل. حتى انا في الاول كنت كنقول بحالك انت، كنقول هذيك كيتفلى، هذيك كيضحك علينا، ولكن باش ندوز عرفت شنو كاين تما، لقيت السوق، السوق خاويه. بدلت السيستيم، بدلت الروتين اخويا، وليت يعني كنضرب واحد الطريقه ايجابيه في المجتمع، كاين ما يفيد. الناس العقلاء كيستافدوا مني، كيستافدوا مني، كيستافدوا مني، كيسولوني فوقاش دير اللايف، راه كتعجبنا، كنبارطاجيو لك اللايف، كنطلعوا لك اللايف. المهم اللهم بارك وزيد في ذلك. كيشوف غير الهضره اللي كنخرج لك اخويا، ولكن شي واحد اللي كيجي عندي اللايف الشياطين، الشياطين، ولكن اللي كيعطوني غير داكشي اللي ماشي مزيان. واش لقيتيني اخويا كنزبل فيك، ولا كنزبل في اختك، ولا في خوك، ولا في شي واحد، ولا جبت السميه ديالك كاع؟ انا عمري غنديرها اخويا، ولكن انت درتيها اخويا، درتي العيب. نهاني يا مسامح كريم، ما غاديش يعني ندير عقلي مع عقلك انت، ما غاديش انت نهبط بالنيبو ديالي مع النيبو ديالك انت، حيت النيبو ديالك انت طايح، ما عندوش يعني مستوى. حيت انا النيبو ديالي باش كنهضر، باش كنهضر عالي اخويا، عالي. انا مختفر بهذا الشيء، فرحان بهذا الشيء، فرحان بهذا الشيء، فرحان اخويا، فرحان. الا انت ما كنتيش فرحان بهذا الشيء اللي كندير، انا فرحان. انا ما نديرلكش حاجه اللي غتعجبك انت، حاجه اللي غتعجبك انت باش تطلعني دير لي البوز، ما غاديش نديرها لك، ما تجبرهاش عندي هنا اخويا من الاخر. وحاول ما امكن تمشي عند شي حاجه ولا على تستافد منها، ولا يخرجوا عليك، ولا يسردوك عند الحماق، ولا السجن، ولا المهم السبيطار، ولا داكشي اللي تما. تفهات تما كتجبد، كتجبد غير الحاجه اللي ماشي مزيانه، اما تمشي للحبس، اما تمشي للسبيطار، اما تمشي عند السبيطار الحماق، اما يعني الشيطان هو هذاك. ولكن قبل ما يوقع لك الواقعه فرحان براسك، يعني داير الثقه في راسك قبل ما يوقع لك الواقعه. بحال الاول انا قبل ما توقع لي الواقعه كنت في هذوك التفاهات، فرحان براسي يعني عادي. اللي سوى اللي عنده هانيه، اللي ما عندوش هانيه، مهم انا بعد منوش. ولكن باش عايش هذاك الشيء، شفت هذاك الشيء مكرفص اخويا، كنشوف الناس الفقراء قدام عينيا، الناس كتموت قدام عينيا، الناس مهرسه قدام عينيا. اذن بديت ما يوفي. واحد السيد كيصوني عليا اخوتي، صوني النمر هذا السيد هذا، ماشي بحال الاخر. الاخر كان كيصوني في ابيل، ولكن هذاك جاي ينتقم مني وصافي، جاي تيحني، جا باش نهضر على التفاهات، نهضر على شي حاجه اللي ما كايناش. ولكن هذا السيد هذا اللي صنع عاد دابا، اللي صنع عاد دابا، صنع عليا بالنمره، ما بغيش نجاوبو. كنعرفو خويا خالد، حيت بلوكيتو من الاخر، بلوكيتو مبلوكي عندي انا في فيسبوك. هذا السيد هذا مبلوكي، خليته غير في واتساب، وخليت له النمره عاوتاني حتى هي بقى يصوني عليا. داكشي اللي كاين اخوتي، الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين. البارح اخوتي العزاز هدرت بزاف، الدرس كضرني، بقيت بلا نعاس، ولكن ما كاين مشكل. الدنيا هانيه، الا بنادم يعني عطاني داكشي اللي بغيت، عطاني بلا ما يعطيني فلوس، عطاني يعني حاجه مفيده، هضره حلوه، واخا نضيع الدرس مع معليش، واخا نضيع يعني الحنجوره ديالي معليش، يستاهل. حيت شوف غير باش كيواجهني، ولكن واحد كيواجهني بواحد الطريقه اخرى، هذيك ما يستاهلش صاحبي نهضر عليه ولا نسميه ولا حتى شي حاجه. كاين شي واحدين يعني كيخطاو اخويا، كيخطاو في حقنا، كيخطاو في حقنا. كنقول لهم اخويا ياسين الله يسامح الدنيا، يعني غير خليني عليك وصافي، خليني عليك، هضر فيا، شق فيا،
المهم غير ما تجبدنيش وصافي، ما تبقاش تصوني لي، ما تبقاش توقفني اللايف، ما كتوقفش عليا اللايف انا، كتوقف على الرجل اللي معايا في اللايف، على ولاد الناس، على الناس معقولين، على الناس اللي مدوزين شايفين الدنيا شنو فيها. ايوا نتمنى خوتنا خواتتنا ما يديروش هاد الشيء في خوتهم، يعطيهم شي حاجه مهمه في في المجتمع، في حياتهم يستافدوا منهم. يعني داكشي اللي كاين اخوتي. او دابا غنرجع للنجاره نصوركم شويه النجاره شنو واقع تما، نحيد الكاسكيته ما نديرهاش. النظاره اخوتي كنديرهم على حسب التليفون الحساسيه ديال النجاره. او باقي كيسوني هذاك السيد، ولكن واحد شويه نحيد اللايف ونجاوبو. جبرتوني اخوتي كما قلت لكم النظاره كنديرهم على حسب التليفون. نتمنى كتكون كتسمعوني. السيد كيسوني عليا ما بغيش نجاوب حتى نكمل الهضره ديالي من اللايف. داكشي اللي كاين المنظر كنديرهم على حسب الحساسيه. ها مشيو انا خالد مشيو انا عندي اللايف حتى نسالي اللايف ونجاوبك اخويا. عطيني شويه ديال الوقت اخويا خالد نسالي اللايف ونجاوبك على الراس ولا عين. او ما الناس كيدخلوا عندي بريفي في ميسانجير كل واحد كنعطي له حقه. انا ما فيهاش تكبر، خلي الميساجات الناس مسليبين تما. فين انا عارف شنو غايقول لي الاخر ولا بنت ولا راجل اش غايقول لي، خصني نعطي له الوقت نستافد منه نشوف شنو غايقول لي. نعطي له الوقت، نعطي له داكشي اللي يستحق. خويا خالد نعطيك الوقت حتى انت خويا، ولكن صبر عليا واحد شويه حيت انت ما عارفش بان اش عندي اللايف ولا ما عنديش، حيت انت مبروكي عندي. انا ما بقيتيش معايا في اللايف، ما بقيتيش معايا في فيسبوك. المنظر كنديرهم على حساب التليفون. الا درتي المنظر بالليل ولا بالنهار على حساب التليفون كتخطش فيه، ودرتي المنظر شي حاجه زوينه كتحافظ على العينين ديالك. واش الا مشاو لي العينين غتعطيهم ليا انت؟ هذيك اللي كتهضر على المضادر ما تعطيهم لياش اخويا. يعني خليني يعني ندير السلامه الراسية، ندير السبب. اول نمشي للنجار اخوتي، طلعوا لي شي حاجه كومونتيرات زوينين، طلعوا لي شي حاجه كومونتيرات زوينين، شويه جيمات شويه قلوبه. المهم اخوتي انا مشي نخدم قبيله وريت لكم النجاره في الاول ديال اللايف. دابا نحيد اللايف هنا اخوتي العزاز، نمشي ندير داكشي اللي خصني للدار. نتمنى يكون كلشي مزيان اخوتي خواتاتي داخل الوطن خارج الوطن، كلشي واكل شارب، ما طاش شي واحد يما يكون مخصوص يلقى الطبله على يما يورام يلقى داكشي اللي خصو. حيت الناس باقيين يعني مقهورين، ما عنده باش يتعشى، ولا تجبرو كيتعشى ما كيتسحرش، تجبرو كيفطر ما كيتعشاش. المهم اخوتي العزاز كاينين الفقراء، كاينين الناس اللي مقهورين، ولكن حنايا كنشجعوا التفاهات، كنشجعوا من الاولين ونزار وهاديك خيتي اللي معاهم. هادوك ما خصوش نشجعوهم، هادوك خصنا نتيحو منهم، ما خصوش نطلعوهم اخوتي العزاز. المهم تبارك الله عليكم، راكم في القلب، العز العز ليكم الرجولات ديالنا، راكم في القلب اخوتي. نمشي ندير هاديك الماتش في اي تسعيد الجهه ديال الكبدانيه. الناس اللي من الناظور، الناس اللي من الناظور كيعرفوا هاديك المنطقه، هذيك البلاصة، الناس اللي من الداخل ما غاديش يعرفوها. أنا خوتي من الناظور نمشي نلعب الماتش اليوم إن شاء الله في العشية، نصوركم اللايف من تما تفرجوا معايا إن شاء الله كلشي يكونوا على ما يرام. وعاد خيتي عاوتاني دخلت عندي مول البارح ولا مول البارح عند الأخور هنا ميسانجير بالنهار أخوتي العزاز، بدا كتخرج وكتدخل في الهضرة، كتدخل وكتخرج في الهضرة، ما عجبنيش المستوى ديالها. كتخلي تمشي مواقع يعني الله يحفظ الله ينجينا ونجيكم اخوتي من هذيك المواقع اللي اللي كتعطيني تما، اللي كتخلي تما. قلت لها اختي سردتيني الطلب، قبلت عليك يعني على الراس والعين، ولكن ما تحشمنيش اختي، ما تحشمنيش اخويا قدام الرجوله. يعني رمضان هذا ولا بلا رمضان اختي، بغيتي تجوجي مرحبا، بغيتي تستري راسك مرحبا، ما نحكمش عليك على المظاهر. خصني نعرفك شكون انت، خصني نعرف الاسرار ديالك، كلشي ديالك من طق طق حتى السلام عليكم. ما نجيش غير نهضر عليك وصافي، بغيتي تجوجي مرحبا، ولكن تجي تفلي عليا ترد ليا هذوك الحروف ديال التفاهات. انا كنعرفهم هذوك، دزت منهم اختي. انا ما كنشوفش المراه وندهش نتخلع، انا نشوف الرجوله نفرح. هذيك الساعه نتخلع، هذيك الساعه اللي شفت الرجوله ولا مرا رجوله نتخلع ديال بصح، ولكن باش تجي عندي بالتفاهات نتخلع، انا ما غاديش نتخلع اختي. بزاف عليك باش تقطع، باش تقطع تقطع يعني تقنع عيني بالهضره ديالك ولا بالمستوى ديالك ولا الفلسفه ديالك، ولا تكوني كاع ولا تكوني كاع انت ولا انت مدوزه تجي عندي انا تدوزها عليا. راه بزاف عليك، راه بزاف عليك، كيهضر معاك 28 سنه
راه شاف العذاب الشديد في حياته. ما تجيش انت ولا انت عاد تورينا شنو كاين. المهم الرجوله ديالي راكم عزازين، راكم في القلب. مره مره تبقى تمشيو للصفحه حمد الريفي، دخلوا عندي تما، هجموا عليا تما. ما تهجموش على الملولي، ما تهجموش على نزار، ما تهجموش على هذيك المخلوقه اللي ما كتسواش، اللي زبلت في مغاربه كاملين. ما تشجعوهاش هادوك، ما تهجموش عليهم هادوك. هجموا على التمساماني، كيهضر كلام والله زوين في المستوى. ديروا لي جيم، ديروا لي كومونتير زوين. ايوا نتمنى الرساله وصلت خوتي خواتاتي. تبارك الله عليكم، داخل الوطن خارج الوطن خوتي العزاز. نتمنى يكون يعني خفافين على قلوبهم. ايوا داكشي اللي كاين اخوتي، انا ديما بنادم يجي عندي جود، ما يجيش عندي يعني بالترافيك، يجي عندي يعني بالخشيبات بالقوالب، ولا دير لي الطباشير ديالك. انا ما كنهضرش بالطباشير اختي ولا خويا، انا كنهضر معاك اوديو. كنقول لك اخويا انا ما قاريش، انا امي كنفهمك بالحرف الوحيد، كنفهم كيجيك من الاخر اصاحبي، من الاخر. كنقول لك عمل لي اوديو، بغيتيني عجبتك المستوى ديالي باش كنهضر، هضرت معاك اوديو، عطيتك داكشي اللي كتستحق، اعطيني داكشي اللي غنستحقتي انا. هضرتي بالطباشير نخليك تما، نخليك كاع ما نجاوبكش، حيت قلتها لك في الاول، حيت هضرت معاك بالعربيه ماشي بالريفيه. تقول حق هذا هضر معايا بالريفيه ما نفهم والو. كاينين شي وحدين كنهضر معاهم بالريفيه في الاول، اوديو الاول بالريفيه، كنقول واقيلا ما فهمنيش السيد، باقي كيهضر معايا كيكتب لي، كنعاود له اوديو اخر باش بالعربيه. الا ما فهمتيش الريفيه تفهم العربيه. خويا هشام ما تبقاش تطلعني هذيك الريوس اللحم والدين. ديك المره جيتي عندي قلتي لي راك تضحك التمساماني باش كتهضر، داكشي باش كنطلعك هادوك. ولكن احترمنا خويا هشام، احترمنا خويا، راه بزاف غنصبر لك اليوم، غدا غدا غدا، ولكن بزاف. افرح مع راسك، اشطح مع راسك، اضحك مع راسك، ولكن ما طلعنيش هذوك الريوس. هذوك الريوس اخويا طلعوا من عند الملولي، طلعوا من عند النزار، طلعوا من عند هذيك المخلوقه اللي ما كتسواش في المجتمع، تما طلعهم اخويا. نتمنى الرساله وصلت لخويا هشام، ماشي غير خويا هشام وصافي، بزاف به، بزاف د الناس، بزاف د خوتنا خواتاتنا كيديروا هذا الشيء هذا، الله يهديهم. هذاك الشيء اللي غنقولوا. المهم بيس ليكم، تحياتي ليكم، شكرا ليكم، كنشكركم، تحياتي ليكم. معكم التمساماني في اللايف. او هي ايا نجار اخوتي العزاز، ايا نجار اخوتي العزاز، ايا اللي كتبان لكم شي حاجه، ايا نمشي للخدمه اخوتي العزاز، نمشي للخدمه على راسي، نمشي ندير داكشي اللي خصني للدار. ايوا تحياتي ليكم الرجوله ديالي، راكم عزازين، راكم في القلب. الله اكبر، كنت غنطيح. المهم تحياتي ليكم الدراري، شكرا ليكم، كنشكركم بزاف. الله يتقبل صيامكم ان شاء الله، الله يتقبل الصلاه ديالكم، الصيام ديالكم، يعني الله ينوركم، الله يتقبل عليكم داكشي اللي كاين اخوتي. انا ديما كنطلب مع خوتي خواتاتي بالهضره حلوه في المستوى، ما كنبغيش نقمحهم، ما كنبغيش يعني نقهرهم، يعني هما مقهورين نزيد نكمل عليهم انا اخويا. ما كتجيش واحد مقهور خصك يعني تعطي له داكشي اللي يستحق، داكشي اللي زوين في المستوى. اي واحد ما يستاهلش داكشي اللي في المستوى، كيستاهل داكشي ديال التفاهات. تحاول ما يمكن يقول اخويا بسلامه عليك، بسلامه عليك اخويا. الطريق اللي جابك عندي هو اللي غيرجعك، حيت انا نستنى هذيك الطريق لقيت تما غير التفاهات. المهم اخوتي العزاز، تحياتي لكم، شكرا لكم. المهم دعمونا شويه، تبقى تدعموني، دعموني دعموني، حيت انا ما بدلش الجلده ديالي، نبقى هو هو، سوا قبل رمضان سوا في رمضان. واخا كنشط كنغني، ما كنطلعش يعني اللايف، ما كنطلعش انستغرام، ما كنطلعش يوتيوب، كنغني يعني بالطريقه ديالي ولكن كنعطي شي حاجه مفيده، كنعطي شي حاجه مفيده، ماشي بحال واحد من نهار اللي بدا كيعطينا غير التفاهات وباقي كيعطينا غير التفاهات. وبالتالي هذوك الناس اللي مطلعين، هذوك الناس اللي طلعوه تجبروا ما كيحسبش عليهم، كيزبل فيهم، كيخص الهضره معاهم، كيتيح بيهم، حيت هما اللي طلعوه يستاهلوا، يستاهلوا، حيت هما اللي طلعوه. يكون بنت ولا راجل، طلعتي اخويا، طلعتي اختي، استاهل العقوبه، حيت انت اللي طلعتي عند هذاك المستوى كيرفع عليك العقاد الفلوس، ما كيديهاش فيك. الا مشيتي عند غير بريفي درتي له شي ميساج تقول له نسولك على واحد الحاجه ولا ما يجاوبك ولا ما يديها فيك. التمساماني كيقول لكم مرحبا بكم على الراس والعين، ديروا لي اوديو صافي، اوديو صافي، فهموني وصافي، حيت انا ما قاريش. ديروا لي اوديو نرجع لكم اوديو، نهضر معكم 24 ساعه، نسمح في الخدمه، نعطي الحق الرجوله ديالي اللي كان يستحق. المهم اخوتي العزاز، تحياتي لكم، تبارك الله عليكم. الصفحه هي تما احمد الريفي، هجموا عليا تما اخوتي العزاز، هجموا على شي حاجه مفيده، تبقى تهجموا على شي حاجه مفيده، حيت ما كدوم حتى شي حاجه، ما كدوم
نحاولوا ما يمكن نديروا شي حاجه مفيده في حياتنا حيت مشينا فيها، لا الدوله اللي عايشين فيها محقورين، لا الناس اللي عايشين معاهم محقورين، كيحقرونا بزاف اخوتي العزاز. وحنا ما نقولوش كل شيء، ما نقولوش كل شيء زوين، ما نقولوش كل شيء خايب، ولكن فيه وفيه. تحياتي لكم، حتى الغدا ان شاء الله ولا حتى العشيه ان شاء الله ندير لكم شي لايف في المستوى المطلوب. خويا ايوب غنطلع دابا للدار اخويا، نتمنى تخرج عندي تما برا باش تعطيني هذوك الليغات باش غنلعب بهم غارديان اليوم ان شاء الله، نطلع ليه ندير هذاك الماتش في المستوى ان شاء الله. ادعيوا معايا نجيب واحد ثلاثه النقاط بالروح الرياضيه وبالاخلاق، داكشي يكون كلشي على ما يرام ان شاء الله، يعني ماشي بالعنصريه، الروح الرياضيه والاخلاق. الكره فيها الاخلاق اخوتي العزاز هي الاولى، ولكن كاين شي وحدين ما كيعرفوش الاخلاق، كاين شي وحدين ما كيعرفوش الاخلاق، كيعرفوا غير الفلوس. مشيت نلعب الكره خصني نجيب هذوك الفلوس صحه باش ما كان بالدق نجيبهم، بالكره نجيبهم. لا خويا تهرسني اش غنستافد اخويا، ولا نهرسك اش غتستافد؟ الله يهدينا. المهم خوتي العزاز تحياتي لكم، وصلنا للحلقه ديال اللايف، وصلنا للحلقه ديال اللايف اخوتي العزاز. نحيد عليكم اللايف، كنعتذر منكم، شكرا لكم بزاف، كنبغيكم ديما، كنبغي الرجوله اللي كيوقفوا معايا بلا هضره حلوه بلا ما يعطيوني شي حاجه حيت العاطي هو الله. شكرا لكم بزاف، تحياتي لكم، نهاركم مبروك.